بسم الله والابن والروح القدس الاله واحد امين. تحل علينا نعمته وبركته من الان والى الابد امين. كل سنه وانتم طيبين. خريستوس انيستي، خريستوس انيستي. طبعا احنا في الفتره الخمسين، وفتره الخمسين داخلين خلاص ان شاء الله الأربع الجاي عيد دخول المسيح أرض مصر، والخميس هيبقى إن شاء الله نحتفل بعيد الصعود. كنا وقفنا كم أسبوع بعد عيد القيامة، ما خدناش درس كتاب. هنبتدي النهاردة بنعمة ربنا نبتدي ندرس رسالة من رسائل بولس الرسول، وهي أول رسالة في الترتيب. لكن زي ما هنتكلم دلوقتي، هي مش أول رسالة في الكتابة، يعني هي أول رسالة في الترتيب بتاع العهد الجديد في رسائل بولس الأربعتاشر. كلكم عارفين إن بولس الرسول كتب 14 رسالة. أنا اخترت الحقيقة رسالة روميا نبتدي بيها، لأنها من الرسائل المهمة، يعني تعتبر من أهم الرسائل، من رسائل بولس الرسول اللي كتبها، لأنها فيها جزء إيماني مهم جدا لابد إن احنا نعرفه. تعرض لقضية مهمة، هي قضية الخلاص أو التبرير بالإيمان بالمسيح، ويمكن تكون اتعرض طبعا في النص لحاجات كتير. فرسائل بولس الرسول من ال 14 رسالة يعتبر دي برضه من الرسائل. طبعا كلنا عارفين حياة بولس الرسول، مش محتاج ان انا يعني اتكلم عن بولس الرسول كتير، لكن عشان بما ان احنا هندرس رسالة روميا، فيعني بولس الرسول طبعا كلنا عارفين هو شاول الترسوسي، ابوه كان يهودي وسماه شاول لأنه من سبط بنيامين. والحقيقة بنيامين كان من سبط بنيامين شاول الملك، فأبوه يعني تيمنا بشاول الملك سمى ابنه شاول، يعني من نفس السبط اللي هو سبط بنيامين. طبعا يعتبر عبراني زي ما هو بولس الرسول قال عن نفسه، ابن عبراني وفريسي، من الفريسيين اللي هم المتدينين قوي أو المتعصبين قوي. كلمة فريسي يعني مفروز أو متخصص أو مفروز من الله كده، فكانوا من الناس المتدينين اللي حافظين الناموس بحرفيته بغض النظر عن هم عارفينه إزاي. لكن هو يعني كان متعلم طبعا على يد غمالائيل. غمالائيل يعتبر من كبار علماء اليهود، وده يعتبر يعني يعتبر من تلاميذه اللي هو بولس الرسول. كان بيضطهد المسيحيين طبعا، كلنا عارفين قصة إيمانه لما ظهر له المسيح. فهو مش من 12 تلميذ ومش من 70 رسول، لكن المسيح ظهر له بعد صعود المسيح تقريبا، يعني لو كان المسيح في صعوده كان 30 ميلاديا، يقال ان 37 ميلاديا كان المسيح يعني ظهر لبولس وهو رايح دمشق. وطبعا احنا عارفين قصة، وهو ذكرها القصة دي ذكرها 3 مرات في سفر أعمال الرسل. طبعا بولس كان يتكلم اليوناني حسب الثقافة اليونانية، لأنه مولود في ترسوس حتى نواحي اليونان، فكان الثقافة اليونانية عنده أو اللغة اليونانية كويسة. زار أبوه من الأغنياء، اشترى الجنسية الرومانية، فكان مولود كمان يعني واخد الجنسية الرومانية، بالإضافة إلى أنه هو يهودي طبعا متدين لأنه فريسي. فكان يعني عنده إمكانيات متعددة ما بين الثقافة واللغة والفكر والقوة بتاعت الجنسية اللي هو كانوا بيعتمدوا عليها، لأن طبعا الإمبراطورية الرومانية زي ما هنعرف دلوقتي كانت هي المسيطرة على العالم. وعنده الحتة الدينية الكمان المتشددة أو اللي فيها فهم كتير. فكان بولس كده قصة، يعني هو شخصية من الشخصيات الجميلة اللي كلنا طبعا بنحبها. وبولس يعتبر كتب نص العهد الجديد، يعني العهد الجديد كله 27 سفر، هو كتب 14 رسالة، فتقريبا كتب 50% من العهد الجديد. قام بثلاث رحلات تبشيرية كبيرة جدا. يمكن انتوا واحنا بندرس سفر أعمال الرسل مع ابونا مايكل يمكن تطرقتوا للرحلات دي. واستشهد في روما سنة 67 ميلاديا، وكان يعتبر هو رسول الأمم بحسب المسيح لما قال له أنا سأذهب فإني سأرسلك إلى الأمم بعيدا في أعمال 22. وكمان الرسل زكوه إن هو يبقى رسول الأمم. يعني بولس الرسول طبعا غني عن التعريف، وممكن يبقى إيه مرة تانية ندرس شخصيته بالتفصيل، لكن هنركز على الرسالة النهاردة، ناخد مقدمة عن رسالة روميا.
لأن المقدمة دي مهمة جدا، لو قدرنا نفهم المقدمة ده هيساعدنا إن إحنا نفهم الرسالة بالموضوعات الإيمانية اللاهوتية اللي تعرض ليها بولس في رسالة روميا. طبعا زي ما قلت لكم من شوية، الحقيقة رسالة روميا ما هياش أول رسالة كتبها بولس الرسول. هي الرسالة دي اتكتبت سنة 58 ميلاديا، وهو كان في مدينة كورنثوس في الرحلة التبشيرية الثالثة. يعني في الرحلة التبشيرية الثالثة سنة 58 كتب رسالة روميا. هو كتب رسائل قبل كده؟ أول رسالة كتبها بولس الرسول هي تسالونيكي الأولى والثانية، ودي كانت في سنة 56، رسالة غلاطية، ودي كانت سنة 54. ورسالة غلاطية فيها تشابه مع روميا بس مختلفة، المحتوى نفسه مختلف شوية، لكن هي كانت الفكرة بتاعت الخلاص بالإيمان بالمسيح، هي دي كانت موجودة في غلاطية برضو، بس 6 إصحاحات غلاطية، روميا 16 إصحاح، وخد جزء كبير قوي في أنه يشرح مفهوم الخلاص بالإيمان بالمسيح، إزاي أنه ما فيش خلاص إلا بالإيمان بالمسيح. ففي روميا مركز أكتر، تسلسل بتاعه في الموضوعات حلو جدا زي ما هنشوف دلوقتي، لكن رسالة غلاطية كانت أول رسالة سنة 54، تسالونيكي الأولى والثانية سنة 51، غلاطية 54، كورنثوس الأولى والثانية 56، وبعد كده روميا 58. يبقى هقولهم تاني، يبقى أول رسالة كتبت تسالونيكي الأولى والثانية سنة 51. خلوا بالكم أن بولس يعتبر كده آمن بالمسيح في سنة 37 تقريبا، وقعد 3 سنين في الصحراء العربية، وبعد كده زار الرسل في أورشليم، قعد شوية معاهم، وبعد كده خرج في الرحلات التبشيرية اللي هو عملها. كان بيروح أنطاكيا، ومن أنطاكيا بيروح أسيا، منطقة آسيا الصغرى، وبعد كده يطلع على أوروبا اللي هي اليونان وكده، بلاد اليونان، ويرجع تاني ويرجع أورشليم، ويروح تاني يشوف بلاد تانية ويفتقد البلاد القديمة، اللي هي الرحلات بتاعته الثلاثة. لكن هو أول رسالة كتبها كانت تسالونيكي الأولى، كانت كنيسة حلوة، وكان يعني كتب لها الرسالة، كان يشجعهم بعد ما بشر عندهم، وكان حصل المشكلة كده، اختلاف بينهم وبين بعضهم، فكان يعني بيحاول يعلمهم ويديهم شوية تعليمات، وكلموا عن مجيء المسيح، ربنا جاي ولا قريب ولا مش جاي قريب، عشان كده بيتكلم عن مجيء التاني في الرسالتين دول، اللي هي أو خصوصا الرسالة التانية بتاعت تسالونيكي. غلاطية زي ما قلت لكم كانت 54، وبعد كده كتب كورنثوس الأولى والثانية كنوع من المتابعة لكورنثوس، لأن كورنثوس كل دي بلاد اليونانية، سنة 56. وبعد كده كتب رسالته 58 روميا. يبقى روميا تعتبر مش أول رسالة اتكتبت، لكن في الترتيب في العهد الجديد موجودة هي أول رسالة، بغض النظر الترتيب إيه، لكن أنا بس حبيت أقول الزمن اللي اتكتبت فيه الرسالة، كتبها وهو في كورنثوس. والرسالة دي عجيبة جدا، لأن كل الرسائل اللي كتبها بولس كتبها بعد ما زار الكنائس دي أو البلاد دي، وأسس فيها كنيسة، بقى في شعب مسيحي، فكان يبعت لهم رسائل. العجيبة أن روميا اللي هي روما، يعني بالعربي كان زمان يقول عليها روميا، أن هو ما راحش روما أو راحش روميا، يعني ما كانش زارهم، لكن كتب لهم رسالة. هو كتب الرسالة وعبر في الإصحاح الأولاني في الرسالة إن هو مشتاق يجي يروح لهم يزورهم، وإنه هو جاي، وإنه هو بلان، يعني إنه هو هيروح، وهو راح من أسبانيا هيعدي عليهم، فكان بيقول لهم البلان بتاعته إنه هيجي لهم في روميا يسلم عليهم ويقعد معاهم ويكلمهم عن المسيح. فإذا هو كتب الرسالة قبل ما يروح روما، راح روما سنة 61، أول مرة يروح فيها روما كان بولس الرسول هناك 61، وكان رايح مش عشان يبشر، ده كان رايح لأنه كان مسجون محبوس، قبضوا عليه اليهود، وبعدين كانوا عايزين يحكموا عليه، فقال لهم إزاي تحكموا عليا وأنا راجل روماني، فقال له أنت روماني، قال حطوا له بين العسكر وفي سفينة شحنوه على روما، انكسرت بيهم، كلنا عارفين القصة بتاعت انكسرت بيهم السفينة عند مالطا، وربنا أنقذه، وقال له أنا لسه محتفظ بيك، لأن أنا هتروح روميا زي ما شهدت ليا في أورشليم هتشهد ليا برضو في روميا. ويعني ربنا كان عارف رغبة بولس انه عاوز يروح روميا، وربنا قال له ايوه هتروح، وفعلا راح، بس راح كأسير واتسجن، دخل روما طبعا اتسجن سنتين، وفي السنتين دول كتب 4 رسائل تانية. يعني هو كتب قبل كده تسالونيكي الاولى والتانية، وبعد كده غلاطيا وكورنثوس الاولى والتانية وروميا، دول ادي 6 رسائل، وكتب 4
في كتب أربعة كمان وهو في السجن في روما في السنتين اللي كان مسجون فيهم من 61 ل 63، كتب أفسس وفيليبي وكولوسي وفليمون، أربع رسائل كتبهم نسميهم رسائل السجن، السجن الأول، لأن ده كان السجن الأول. دول يعتبر الفكرة بتاعة رسالة روميا. طبعا كتبها واحد كان بيملي، واحد اسمه ترتيوس، دي ذكر اسمه في روميا 16. والشماسة فيبي خادمة كنخاريا، كنخاريا دي مدينة أو في ميناء في كورنثوس، هي دي الشماسة اللي بعت معها الرسالة لأنها كانت راحة روما، فإدها الرسالة إنها توصلها للمسيحيين اللي في روما أو في روميا. طب هي المسيحية دي انتشرت في روميا إزاي؟ هو ده بقى السؤال. لما هو بولس أساساً ما راحش روما، طب وطبعا احنا قلنا بولس كان مسؤول تقريبا عن المنطقه بتاعه اسيا واوروبا اللي هو العالم القديم ده كله، اللي هو الامم اللي هم بره اورشليم، تلاميذ كلهم كانوا مركزين اكتر في اورشليم والسامره والمنطقه المحيطه قوي بيهم، لكن بولس كان طلع بقى لبره. طب ازاي روما دي ازاي عرفت المسيح؟ قبل ما اتكلم ازاي عرفوا المسيح، هي روما دي مدينه كانت مدينه مهمه، ايوه كانت مدينة مهمة. الحقيقة دي أسسها واحد اسمه روميليوس عام 753 قبل الميلاد، وحملت اسمه سموها روما على اسمه هو روميليوس ده. كان بنيها على مكان مرتفع، عشان كده بيقولوا روما أحياناً دي بتعني مرتفع أو بتعني كلمة قوة، يعني فيها قوة، فيها ارتفاع وفيها قوة. فده معنى الكلمة بتاعها يعني روما. وحط حواليها سور كبير، وأصبحت روما مع الوقت من سنة 753 مع الوقت ابتدت تتسع نطاقها وابتدت تبقى عاصمة الإمبراطورية الرومانية، فكانوا يحتلوا البلاد ويضموها للمملكة الرومانية بتاعتهم بالقوة، لأنه كان النفوذ بتاعهم زاد بعد طبعا الإمبراطورية اليونانية ما انهارت، وابتدوا هم يسيطروا تقريبا على العالم كله. وطبعا كان بقى فيه طبعا، وانتوا عارفين طبعا واحدة من الحاجات ان ليه المسيح اتجسد في الوقت ده، لان كانت الامبراطورية الرومانية شق الطرق بين الولايات بتاعتها دي اللي هي بتحكمها في كل حتة في العالم، وشجعت على التجارة والنقل والحركة والمصادر، فدي كان برضو احد الاسباب اللي خلت ربنا يبقى في الوقت ده عشان يسهل فكرة الكرازة والتبشير بالإيمان بالمسيح، واحدة من الحاجات. طبعا كان مستني العذراء، وكان مستني يعني دي كلها حاجات كانت ربنا مستنيها اللي هي في ملء الزمان. فطبعا الإمبراطورية الرومانية دي كانت ابتدت تشق الطرق وابتدوا يتحكموا، فبقت العالم كله في مثلا في سلطان واحد اللي هو القوة الرومانية دي، والتجارة اشتغلت، وكانت مركز برضو للعلوم والأداب والفلسفة، وكانت ملتقى للساسة بتوع العالم، وكانت مشهورة طبعا بالقوة، وكانت مشهورة طبعا بالوثنية لأن العالم كله كان وثني. فكانت الوثنية وقتها بقى في روما دي برضو للأسف ما كانتش مجرد عبادة آلهة وثنية وخلاص، لكن ارتبطت بالوثنية اللي هي ذات الطابع الوحشي، يعني زي ما كلنا عارفين كانوا يرموا الناس كده العبيد أو حتى المسيحيين لأنه كانوا بيبصون على أنهم عبيد، ويرموهم كده للحيوانات ويعودوا يتفرجوا عليهم والحيوانات بتاكلهم، يعني في منتهى الوحشية اللي كانوا فيها. وده كان فعلا ده اللي كان بيحصل مع ابائنا الشهداء القديسين اللي كانوا في الوقت ده، اللي كانوا بيترموا للوحوش كده وياكلوهم وهم يقعدوا يتفرجوا وينبسطوا بيه. فالوثنيه كانت ما هياش مجرد عباده الهه وخلاص، لكن قايمه على البطش والقوه والقسوه والوحشيه. فكمان دي كانت ادت برضو كانت بتسمع ان هم عندهم قوه غير عاديه. كان فيها جنسيات كثيره مختلفه، كان فيها جنسيات كتيرة مختلفة، ومن ضمن الجنسيات المختلفة اليهود. اليهود كانوا موجودين برضو في روما، وده لما في قائد روماني اسمه بيمبيوس استولى على سوريا سنة 63 قبل الميلاد، وخد معاه مجموعة من اليهود وسكنوا في روما وابتدوا يتكاثروا، لدرجة أن في عهد بولس وصل عدد اليهود في روما بس 16,000 نسمة. ده برضو يعتبر عدد كبير كان في بلد واحدة اللي هي روما. طبعا حصل اضطهاد برضو لليهود، لأنه طبعا دول بيعبدوا إله غير الآلهة اللي بيعبدوها الوثنيين. فكان ساعتها في عهد تيباريوس سنة 19 ميلاديا
راح طرد منهم عدد كبير. وتكرر نفس الامر تاني في سنه 49 ميلاديا، 49 ميلاديا يعني كان المسيح صعد وكان بولس بقى بيبشر اساسا بالمسيح، بس ما كانش موجود في روما. ففي ناس كتيره من اليهود اتطردوا من روما سنه 49 ميلاديا ورجعوا تاني بعد ما الامبراطور كلوديوس ده مات سنه 54 ميلاديا. ده بالنسبه للمدينه اللي اصبحت عاصمه المملكه الرومانيه او الامبراطوريه الرومانيه. لكن المسيحيين بقى ازاي نشات المسيحيه في روما؟ ده السؤال العجيب. نشات ازاي المسيحيه في روما بالرغم من ان مفيش حد من الرسل راح روما؟ والشيء العجيب الثاني ان بولس كتب رساله للمسيحيين اللي في روما بالرغم من ان هو ما زارش روما. ليه بقى كل الكلام ده اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي؟ لان ده شيء عجيب ليه علاقه بروما ده، ونشوف ازاي بولس بقى اتعامل مع الموضوع ده. بس الاول خلينا نجاوب على السؤال، ازاي بقى في مسيحيين في روما رغم ان مفيش حد بشرهم؟ الحقيقه اليهود اللي كانوا حاضرين عيد العنصره او عيد حلول روح القدس يوم الخمسين، انتوا عارفين ده عيد من الاعياد الكبيره اللي كان اليهود اللي بره اورشليم، اليهود اللي في اورشليم طبعا دول موجودين، لكن يهود وعايشين بره اورشليم كان لازم يحجوا يعني يروحوا يعني يزوروا الاماكن المقدسه او الهيكل يعني. فكانوا بيروحوا الهيكل في الاعياد اللي هي زي الفصح وزي الخمسين. فكان في يوم الخمسين ده، وده عيد طبعا كبير عند اليهود، فكان من كل الامم اللي حوالين اورشليم في العالم كله في يهود عايشين، فكانوا يروحوا اورشليم في اليوم في العده. عشان كده ربنا اختار اليوم ده انه يحل بالروح القدس على التلاميذ، عشان اليهود اللي جايين من بره اورشليم، اليهود اللي جوه اورشليم سامعين، لكن اليهود اللي جايين بره اورشليم كمان يسمعوا ويؤمنوا. عشان كده العظه اللي قالها بطرس قال ان كل واحد جاي من بلد سمع باللغه بتاعته اللي هو عارفها، لان زي مثلا بولس مثلا، ما بولس مثلا يعرف يتكلم يوناني روماني، فبالتالي هو يفتر يفهم، بس ما كانش موجود طبعا في الوقت ده، او احنا ما نعرفش كان موجود فين، لكن بولس ظهر بعد كده في قصه استفانوس. لكن في يهود كانوا موجودين حاضرين يوم الخمسين، ودي ذكر عنهم في اعمال الرسل 2 لما قال كان يهود اتقياء من كل امه، يعني هم كانوا مهتمين ان هم يروحوا يزوروا الهيكل في عيد الحلول في عيد العنصره او عيد الخمسين من عندهم، او يسموه عيد الحصاد او عيد الاسابيع. وقال وصفهم كده، قال كان من بينهم رومانيون مستوطنون يهود ودخلاء. دي آية في أعمال الرسل 12. رومانيون يعني جايين من روما، مستوطنون هناك، دول إيه؟ دول يهود ودخلاء. إيه يهود ودخلاء دي؟ يهود يعني هم يهود من أصل عبراني، من أصل اليهود بيور، يعني مش مخلطين من أي حد، يهود عاديين بس عايشين في روما. دخلاء يعني دول كانوا أمميين لكن آمنوا بإله إسرائيل فدخلوا الديانة اليهودية، فمش بيسموهم يهود، بيسموهم دخلاء، يعني دخلوا عليهم، بيعتبروهم يهود بس دخلاء. فإذن دول نوعين، يهود من أصل يهودي أو أصل عبراني، ودخلاء اللي هم من أصل أممي لكن انضموا لليهودية، فأصبح دول الاثنين يعتبروا يهود. دول كانوا موجودين في يوم الخمسين اللي هو عيد حلول روح القدس اللي هو عيد العنصرة. سمعوا مين؟ سمعوا بطرس الرسول بيوعظ. 3000 واحد أمنوا، غالبا من كل الأمم اللي جم، اليهود اللي جم من كل البلاد المتفرقة دي اللي ذكرت أسمائهم في أعمال 2، دول كلهم أمنوا، وممكن يكون في ناس كتيرة منهم اتعمدوا، لأن بولس الرسل قعدوا يعمدوا كمان الناس دي. طب رجعوا روما اللي بقى لحياتهم وأشغالهم والتجارة بتاعتهم وتفر كل ده، رجعوا. لما رجعوا بيعملوا إيه؟ بيتكلموا مع بعض لليهود اللي ما كانوش سافروا، فكل دول قعدوا يتكلموا عن المسيح. فدي بقت النواة الصغيرة اللي كانت موجودة في روما، بقى في جماعة مسيحيين، وده اللي خلى الإمبراطور كلوديوس قيصر ده يضطهدهم، يعتبرهم
دول جماعه منشطه عن اليهود وهيعملوا له قلق بكلمه المسيحيه دي، فعشان كده طردهم. ما اعتبرها كده يعني طائفه منشقه عن اليهوديه، انت هتوجعوا دماغي ليه بالسلامه، يلا امشوا امشوا من بره روما يعني. لكن هم كانوا بينهم وبين بعضيهم بيتكلموا عن المسيح والايمان بالمسيح، وحصل انه في منهم ناس كتيره امنت وبيتكلموا عن المسيح. طيب في واحد من المؤرخين اللاتين في القرن الرابع كان بيمدح اليهود اللي بقوا مسيحيين في روما. شوف بيمدحهم ليه بقى، بيقول الناس دي امنت بالمسيح من غير ما يروا معجزة واحدة من المسيح، ولم يروا واحد من رسل المسيح، يعني لا شافوا حد من رسل المسيح ولا شافوا معجزة من المسيح، لكن امنوا بالمسيح. فواحد يعني بيمتدحهم يعني انه كانوا نواة كويسة في روما، كان كبداية يعني. كان في كمان في روما مؤمنين مسيحيين سواء بقى من أصل يهودي أو من أصل أممي، دول دخلوا روما. يعني في مسيحيين في البلاد اللي حواليها، في اليونان، في آسيا الصغرى، في أنطاكيا، واتيفر، بيخرجوا يشتغلوا بيرجعوا روما. فدول ممكن يكون برضو ناس أمنت بالمسيح، سواء على يد بولس الرسول أو على يد أي حد من أباء الرسل، سمعوا عن المسيح أمنوا بالمسيح ورجعوا روما. فدول مجموعة تانية سواء من أصل يهودي أو أمم، لأن في أمميين برضو أمنوا بالمسيح ورجعوا روما، فدي مجموعة تانية. فبقى عندنا خليط في روما من أصل يهودي، وعندنا مجموعة من أصل أممي، الاثنين بيؤمنوا بالمسيح، لكن كل واحد جاي من حتة، ده جاي من أصل يهودي وده جاي من أصل أممي. الجماعة اللي طردهم مثلا كلوديوس قيصر ده سنة 49، في كابل مشهورين جدا عندنا في 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 في, في الكتاب المقدس، اللي هم مين؟ وكانوا بيشتغلوا في صناعة الخيام، أكيلا وبريسكيلا. برافو عليك، أكيلا وبريسكيلا. أكيلا وبريسكيلا دول كانوا بيشتغلوا في صناعة الخيام زي بولس، ودول من المجموعة اللي اتطردت من روما وقابلوا بولس بره، وأمنوا بقى طبعا بالمسيح ورجعوا تاني روما، وكانوا ببيتهم بيقدروا كنيسة عشان بولس الرسول يبشر فيه ويعمل قداس فيه وكده. فدي ده يورينا ان في حركة إيمانية حصلت في روما سواء من أصل يهودي أو من أصل أممي. المشكلة اللي حصلت بقى في روما هنا ان الناس اليهود لسه برضو عندهم حتة التزمت. يعني إيه حتة التزمت؟ لسه عندهم فكرة إن الأمميين دول اللي هيبقوا مسيحيين لازم يبقوا يهود الأول. يعني إيه لازم يبقوا يهود الأول؟ يعني لازم يمارسوا الختان والناموس والفرائض بتاعتهم والغسلات والتطهيرات و و و و. الله، طب دول بقى مسيحيين؟ قال لا، لازم يعملوا كده. هنا دي اللي حصل فيها الإشكالية، وده السبب اللي هي بيسموها حركة التهود، انه رغم ان هم امنوا بالمسيح لكن لسه معتزين بالديانة اليهودية، وان هم شعب الله المختار، وان هم يعني مختلفين عن الامم، وان لازم يبقوا يهود الاول قبل ما يبقوا مسيحيين. وده السبب اللي خلى بولس يكتب الرسالة ليهم، عشان هنقولها دي بعدين بعد شوي. لكن كان في مبدأ عند بولس الرسول، لأنه واضح كده إن الرسالة لما كتبها بولس الرسول لأهل روميا ما كانش في حد من الرسل راح خالص روما خالص، وواضحة من الرسالة من إصحاح الأخير اللي هو 16 ده. فإذن ما فيش حد من الرسل راح، وبولس من عادته أو من مبدأه، وده اللي قاله في روميا 15، قال إيه؟ قال أنا كنت محترساً أن أبشر هكذا، ليس حيث سمي المسيح لألا أبني على أساس آخر. شوفوا بولس الرسول مهتم بإيه؟ يعني إيه الكلام ده؟ يعني بولس ما يخشش بلد يبشر فيها بالمسيح لو كان حد من الرسل راحها. ليه؟ يقول خلاص مدام في رسول راحها خلاص هو يكمل، أنا ما بنيش على أساس تاني مدام واحد عم. فده كان المبدأ بتاعه. ليه انا بقول كده؟ لانه ده بيرد على حته انه بيقولوا بطرس الرسول
راح روما سنه 41 وقعد 25 سنه وبيعتبروه اول اسقف لروما. الكلام ده مش مظبوط تماما وعاري عن الصحه خالص. ابسط سبب بس، يعني لو حسب المبدا اللي ماشي عليه بولس استحاله كان هيروح روما لو بطرس الرسول كان هناك او كان بيبشر هناك، فما كانش هيروح بولس. ده كده يعني ايه، يعني اجابه بسيطه خالص. لكن في كمان شواهد وظواهر من الكتاب المقدس بتبين لنا ان بطرس ما راحش روما غير وقت استشهاده. اذا بطرس ما بشرش في روما خالص. اولا بطرس كان حاضر في اورشليم وقت مجمع الرسولي اللي هو سنه 50، فمنين كان قاعد في روما وكان فين قاعد في مجمع اورشليم، وكان قاعد بقاله فتره، لان في انطاكيا كان هو في انطاكيا سنه 55 لما اجتمع ببولس هناك، ودي ذكرها بولس في رسالته لغلاطيا، فدي كانت سنه 55. فسنه 50 كان في اورشليم، 55 كان في انطاكيا، سنه 60 كان في بابل لما كتب رسالته الاولى سنه 60. فاذا لو كان بطرس راح روما وقعد فيها 25 سنة زي ما بيقولوا، كان أبسط حاجة حتى لو ما كانش بولس راح، لكن هو بعت رسالة، فكان من يعني أبسط حاجة بولس الرسول، وهو إنسان محترم وبيحب الرسل وبيحترمهم، ودايما كان يرجع لبطرس ويعقوب ويوحنا بيقول معتبرين أعمدة، وعرض عليهم البشارة بتاعته والإيمان اللي هو بيبشر به، وادوله يمين الشركة إنه يبقى رسول زيهم. مش معقول يبقى بطرس قاعد في روما وبولس ايه ما يبعتلوش سلام، ايها الاخ الحبيب بطرس، ما مش ممكن، يعني مش ممكن، هتجاهله يعني. فده ابسط رد ان بولس، ان بطرس ما راحش روما وقت ما كان بولس بيكتب الرساله، او لما راح بولس برضو روما سنه 61. طيب ايه اهميه الرساله بتاعت روميا دي، وليه احنا اخترناها؟ عشان هي فيها موضوعات مهمة جدا. الرسالة دي من زي ما قلت لكم ليها أهمية كبيرة، ودايما بنقرأ في القداسات هتلاقوا أجزاء كتيرة من رسالة بولس الرسول لأهل روميا بتتقري في القداسات في البولس، طعم الرسائل كلها، لكن من روميا بالذات بناخد حتت منها كتير، لأن فيها موضوع مهم جدا، هو موضوع التبرير. وكلمة التبرير أو الخلاص يعني هو ده يعتبر عنوان رسالة روميا. رسالة روميا أهم كلمة فيها أو الكي وورد بتاعتها كلمة الخلاص أو التبرير. الخلاص أو التبرير ده الكي وورد اللي كان بيدور حواليها بولس الرسول في الرسالة بتاعته. وحقيقة أشهر واحد كتب تفسير لرسالة روميا القديس يوحنا ذهبي الفم. القديس يوحنا ذهبي الفم بيحب رسالة روميا لدرجة أنه كان يقال عنه أنه بيقرأ الرسالة دي مرتين في الأسبوع. مش عارف ليه، بس من ده من كتر حبه في الرسالة أنه كان يقرأها مرتين في الأسبوع، القديس يوحنا ذهبي الفم. وأنا إن شاء الله بنعمة ربنا في التفسير برضو اللي أنا هنعمله معاكم، أنا عندي الكتاب بتاع كل عظات يوحنا ذهبي الفم في تفسير رسالة روميا، كتب 33 وعظة بيفسروا رسالة روميا. إن شاء الله نبقى هنقولها مع بعض إن شاء الله في الفترة اللي جاية وإحنا بندرس الرسالة. لدرجة أن يوحنا ذهبي الفم هو معجب طبعا جدا ببولس الرسول، لدرجة أنه كان بيقول وهو بيفسر رسالة روميا أن كثيرا ما أتخيله حاضرا أمامي وأعتقد أنني أراه يتكلم. يعني وهو بيفسر رسالة روميا حاسس ان هو بولس قاعد قدامه، احساسه كده. وواحد من القديسين في القرن الرابع اسمه إيسيزوروس الفرمي بيقول ان القديس يوحنا ذهبي الفم في تفسيره لرساله روميا فتح كل كنوز حكمته وافاض علينا منها، حتى ان القديس بولس نفسه لو انه اراد تفسير هذه الرساله فانه لن يفسرها بصوره تختلف عن تفسير يوحنا ذهبي الفم ليه. يعني لو بولس حاب يفسر الرسالة دي مش هيختلف عن اللي قاله يوحنا ذهبي الفم. طبعا لأنه يوحنا ذهبي الفم هضم الرسالة جدا، فهم المعاني اللاهوتية اللي موجودة فيها، وابتدى يفسر
الرسالة بطريقة جميلة جدا. يقال أيضا أن رسالة روميا، أريك أهمية الرسالة دي إيه، أنها كانت عامل من العوامل اللي رجعت القديس أغسطينوس للإيمان ورجعته للتوبة. طبعا في عوامل تانية مع القديس أغسطينوس، بس واحدة من الحاجات الأسباب المباشرة لتوبة القديس أغسطينوس هي رسالة روميا. رسالة روميا أصلها فيها فكر وفيها فلسفة، وده يعجب أغسطينوس لأن هو كان أساسا فيلسوف. طبعا كلنا عارفين أغسطينوس بالذات درس الفلسفة، وكان يعني وبولس الحقيقة في الرسالة دي اتكلم بفكر شوية قبل ما يخش على الجانب العملي زي ما هنشوف دلوقتي. لدرجة يقال عن القديس أغسطينوس إن كانت عنده أمنيتين، إنه كان يشتاق يشوف المسيح بالجسد، ويشتاق إن يشوف بولس الرسول وهو يعظ. يعني كان عنده شهوتين كده في قلبه، يعني يقول يعني دول، إنه كان نفسه يبقى واحد في الوقت اللي كان المسيح بالجسد فيه يشوف المسيح، والحاجة التانية إن يشوف بولس الرسول وهو يعظ من كتر حبه برضو لشخصية القديس بولس الرسول. الرسالة دي، رسالة روميا، زي ما قلت إنها من أهم الرسائل اللي كتبها بولس من حيث المحتوى اللاهوتي اللي فيها، من حيث الفكر الإيماني، من حيث الموضوع الأساسي اللي بيهمنا كمسيحيين اللي هو الخلاص أو التبرير بالإيمان بالمسيح. ليه بقى؟ لأن بولس الرسول لما جه يتكلم في الرسالة دي عرض لفكرة مهمة جدا، إن مفيش خلاص من غير الإيمان بالمسيح. لأن اليهود في الوقت ده كانوا بيقولوا إن أعمال الناموس ممكن تخلصني، لكن طبعا ده مش حقيقي، لأن أعمال الناموس ما هياش خليتهم يبطلوا خطية. فالفساد موجود والخطية موجودة، ومفيش الناموس ما يقدرش يخلصهم من حاجة. إذن الفكرة اللي هي إن أعمال الناموس تقدر تخلصهم، لا. فبولس كان بيعالج المشكلة دي اللي بيسموها حركة التهود، إنه لا، إن الناموس كان هو ده اللي هيخلصنا. أما أنتوا أمنتوا بالمسيح ليه؟ ما إذا كان الناموس ده هيخلصكم أنتوا أمنتوا بالمسيح ليه؟ فهو بيحاول يثبت لهم إنه لا، إن الناموس مش هيخلص الإنسان، اللي يخلص الإنسان الإيمان بالمسيح. فكان عشان كده بيرد على دول وعلى الأمميين. ليه؟ لأن الأمميين اتغاظوا لما بقوا مسيحيين، برضو اتغاظوا من اليهود. اليهود يقولوا لهم لازم تبقوا يهود، وهم يقولوا لهم طب ليه نبقى يهود، ما احنا آمنا بالمسيح. فطبعا قدام الفكر الكبريائي اللي فيه إحساس بالعظمة أو التميز أو التعصب بتاع اليهود، كمان الأمميين هاجوا عليهم لأنه مش عاجبهم. المشكلة دي كان لازم لما بولس الرسول عرفها، وهو مصبرش لغاية لما يروح لهم، لأنه كان عاوز يروح لهم. فعشان كده كتب الرسالة قبل ما يروح، وعبر فيها قال لهم أنا مش بكتب رسالة أن أنا مش جاي، لا، ده أنا جاي لأني مشتاق أشوفكم. ودي عبر عنها في الإصحاح الأولاني لما نيجي نبتدي ندرس الإصحاح الأولاني، إن هو قال لهم أنا لازم هاجي أشوفكم. بس هو كتب الرسالة دي عشان يوضح فكرة الإيمان بالمسيح دي هدفها إيه؟ إحنا بندور على إيه؟ فما فيش حاجة اسمها أنا ابن إبراهيم، يعني لا، ما فيش حاجة اسمها أنا شعب الله المختار، ما فيش حاجة اسمها أنا عندي ناموس موسى. وينعد كانوا يقعدوا يزلوا في الأمميين اللي صاروا مسيحيين. عشان كده بولس هنا كتب، بس هو كتب للاتنين دول، كتب لليهود اللي بقوا مسيحيين وللأمميين اللي بقوا مسيحيين، اللي كل فريق فيهم عاوز ايه، يثبت ان هو احسن من التاني. لكن طبعا بولس فهمهم انه لازم الايمان بالمسيح، وما فيش عودة لاعمال ناموس، لان الناموس ده اللي هو كان خطية، مش هتقدر نتخلص من الخطية دي عن طريق الناموس. الناموس مش هيخلصني من الخطية،
لانه مش هيديني القوه ان انا ابطل الخطيه او يغير الطبيعه البشريه بتاعتي اللي هي الساقطه الملوثه بالخطيه. فالفكره اللي كان بيعرضها بولس الرسول دي اللي هناخدها بقى ندرسها حته حته في الرساله. ما كانش غرض بولس ان يدافع عن حاجه، لكن غرض بولس كان يشرح الايمان، يشرح الايمان. عشان كده هنلاقي هذا الفكر الايماني بياخد اول 11 اصحاح، اللي هو ان عن طريق الايمان بالمسيح بننال الخلاص والتبرير. وبعدين ازاي نعيش بقى ده بعد ما نؤمن بالمسيح، ازاي نعيش ده؟ فادى اربع اصحاحات تاني اللي هو من 12 ل 15، والاصحاح الاخير اللي هو يعتبر السلامات بتاعته او الختام. عشان كده لو حبينا نقسم الرساله بطريقه لطيفه جدا وتبقى سهله ان احنا لما نيجي نشرحها بعد كده نبقى فاهمينها، هنلخصها في جمل كده هقولها لكم عشان نبقى سهل ان احنا نحفظها. اول ثلاث اصحاحات شرح لفكره التبرير. يعني ايه تبرير؟ يعني ايه خلاص؟ يعني ايه ابقى بار؟ يعني ايه يعني ايه اتبرر؟ اتبرر من ايه؟ اخلص من ايه؟ فبالتالي هو شرح دي للامم الاول ولليهود. فعشان كده لان الاصحاح الاولاني بيبين بولس الرسول ان الامم اخطاوا وكلهم خطيه، وذكر كل انواع الخطايا، منها طبعا الشذوذ الجنسي الهوموسيكشوالي، وذكر كل الانواع. فقال انتوا الخطيه دي تتخلصوا منها ازاي؟ انتوا كلكم اخطاتوا، فاذا الامم غلطانين. فاليهود في الاصحاح الثاني قال لهم وانتوا كمان غلطانين، لان الناموس مش هيحرركم من الخطيه، الناموس يكشف لكم الخطيه لكن ما يحرركوش منها، بالعكس انتوا واقعين برضو تحت الخطيه بسبب الطبيعه اللي فاتت، فانتوا برضو محتاجين للخلاص من الخطيه دي. مين يخلصكم بقى؟ يبقى الامم محتاجين الخلاص، واليهود حتى اللي عندهم المواعيد وعندهم النبوات والشرائع اللي ربنا ادانا محتاجين للخلاص. عشان كده جاي في الاصحاح الثالث وقال الجميع زاغوا وفسدوا واعوزهم مجد الله، ليس بار ولا واحد، لا من اصل يهودي ولا من اصل امم. يبقى الاصحاح الاولاني الامم اخطاوا، الاصحاح الثاني اليهود اخطاوا، الاصحاح الثالث الجميع اخطاوا، وفي احتياج لحد يجي يخلص البشريه كلها، لانه ليس بار ولا واحد، في حد لازم يجي يبررنا يدينا بره عشان نخلص من الخطيه. وابتدى في الاصحاح بقى الرابع والخامس يجيب امثله يرد بيها، لان اليهود كانوا بيقولوا احنا اولاد ابراهيم، فذكر ابراهيم ده واخد له اصحاح في موضوع ابراهيم ده اللي هو الرابع، قال لهم ابراهيم ده ابو كل المؤمنين، اللي يؤمن بالمسيح يبقى برضه ابراهيم ابوه. هو ابراهيم حسب بار ليه؟ بار هنا وده اتقال عنه في كتاب مقدس ان هو بار ليه؟ ده كان قبل الناموس. انا قال له انت بتقول له ابراهيم ايه؟ ابراهيم ده اساسا قبل الناموس، لكن ليه ابراهيم حسب بار؟ عشان امن بربنا، بس عشان امن بربنا، فلما امن بربنا حسب له بر. فاللي هيؤمن بربنا وخلاصه يحسب بار. ادي كل حكايه. فرد على موضوع ابراهيم. طيب في الاصحاح خمسة جاب لهم ادم بقى. ما هو ليه ادم بقى؟ لان ادم ده ابو البشريه كلها، ادم يعتبر ابو البشريه كلها، وفي ادم كل البشر بعد سقوط ادم، كل البشر اللي هم كانوا في صلب ادم يعتبروا اخطاء الطبيعه البشريه، لان هي بيسموها وحده الجنس البشري، كلنا كنا في ادم، فمحتاجين ادم جديد اللي هو ادم الثاني اللي هو المسيح، اللي يبقى من غير خطيه عشان يدينا بره فنبقى ابرار. اذا احنا محتاجين لده. عشان كده اصحاح خمسه بقى. يبقى الاصحاح الاولاني الامم اخطاوا، الثاني اليهود اخطاوا، الثالث الجميع اخطاوا، الرابع ابونا ابراهيم تبرر بالايمان، ادم كان غلطان لكن بسبب الخطيه بتاعته وقع البشريه كلها في الخطيه او في الطبيعه الفاسده، وكان يحتاج ادم الثاني اللي هو المسيح. يبقى الاحتياج للخلاص عن طريق الايمان بالمسيح. طيب ثمر التبرير ده لما ناخده من المسيح ايه؟ ثلاث حاجات اللي هو 6 و7 و8. انا بحاول اقول لكم الاصحاحات عشان تبقى سهله، لان لو حفظنا الفكره دي هتبقى سهل الدراسه بعد كده. ثمر اللي المسيح يبررنا ويخلصنا من الخطيه ايه؟
الواحد صح ستة بيحررنا من سلطان الخطية. أصبح الخطية ملهاش سلطان علي بسبب أن أنا المسيح خلصني بسبب إيماني بالمسيح. اتنين يحررني من سلطان الناموس بتاع موسى، الأعمال الحرفية بتاعة الناموس. مفيش حاجة بعد كده هي تنفع تحررني غير الإيمان بالمسيح. نمرة ثلاثة، يجعلني ابن لله، يجعلنا أولاد لله. إذن المسيح يدينا بره فيحررنا من الخطية، من أعمال الناموس، ويخلينا أبناء لي، لأن من غير دي مش هنعرف نبقى أبرار. يبقى ده الثمر بتاع بر المسيح لينا. طيب 9 و10 و11 ابتدى يتكلم بقى عن فكر اليهود ده ايه، وتعرض لموضوعات هنا كتيرة. يعني اصحاح 9 يعتبر اتعرض لموضوع الاختيار. ليه انتوا بتقولوا شعب الله، ربنا اختار الشعب؟ طب ليه ربنا اختار الشعب ده؟ فابتدى اصحاح 9 عن اختيار اليهود. اصحاح 10 ان اليهود رفضوا ربنا وربنا رفضهم، لانه ما هم ربنا كان بيحاول معاهم طبعا بسابق علمه. يعني دي القضيه اللي هتبقى بقى هتصار في الاصحاح 9 ده والعاشر. وبعدين اصحاح 11 يقول في وعد للناس اللي هترجع، واليهود غالبا هيؤمنوا بالمسيح ويرجع وربنا يقبلهم. اللي هيؤمن بالمسيح ان هو ده الوحيد اللي يقدر يبرره، لا ده يبقى عنده فرصه انه يرجع تاني، يبقى ابن ربنا ويبقى من اولاد ابونا ابراهيم برضو لانه بيؤمن بالمسيح. يبقى دول ال 11 اصحاح. فاضل من 12 ل 15 بعد ما شرح الفكر اللاهوتي ده وفكره التبرير والخلاص اللي هنخشها، هناخدها دلوقتي في دقيقتين بعد ما نخلص دلوقتي برضو، ابتدى يدينا طب انا لما المسيح خلصني من الخطيه ومن سلطان الخطيه ومن سلطان الموت ومن سلطان الشيطان وجعلني ابن ربنا، المفروض اعمل ايه؟ احيا ازاي؟ ابتدى بولس الرسول يديني 4 اصحاحات يعلمني فيها كيف احيا كمسيحي في سلوك مستقيم، سلوك روحي، سلوك عملي. فاتكلم في اصحاح 12 عن المسيحي والكنيسه في تعاملاته مع الناس، المسيحي اصحاح 13 المسيحي والمجتمع، اللي فيها حاجات ليها علاقه بالمجتمع اللي الواحد عايش فيه، واصحاح 14 المسيحي والاخوه، مضاعفات الناس واحتمالهم، واصحاح 15 نصائح عامه وتشجيعات كبيره فيها نصائح حلوه. بعدين اصحاح 16 واخر اصحاح في الرساله بولس ادى فيها سلامات ل 26 شخصيه وباسم موجودين في روما عشان يؤكد ليهم ان هو عارفهم من قبل ما يجي لهم. طبعا هو عارف دول ليه ذكر اسماء الناس دي، لان هو عارفهم، لان واضح ان هم امنوا في حته ثانيه أو كانوا في روما وراحوا اليونان وهو قابلهم هناك فتعرف عليهم زي أكيلا وبريسكيلا مثلا. فالناس دي كلها عاوز يقول لهم إن أنا بسلم عليكم، أنا جاي لكم، وأنا إن شاء الله هاجي قريب. وفعلا بولس راح سنة 61 لنوم. يبقى دي أقسام بتاعة رسالة روميا. لو هعمل ملخص لرسالة روميا بسرعة، يبقى أهم النقط بتاعة الرسالة انه عاوز بولس الرسول يوضح ان البشر كلهم محتاجين للتبرير بالايمان بالمسيح. اللي مش يؤمن بالمسيح هو لسه تحت غضب الله، زي ما قال بولس في روميا برضو 3 ان غضب الله معلن من السماء على جميع فجور الناس. خلاص، اذا مفيش حد هيتبرر او يخلص من غير المسيح، من غير الإيمان بالمسيح. دي قاعدة اللي حطها لنا بولس في رسالة روميا. والخلاص ده يكون بالإيمان بالمسيح، مش بأعمال الناموس ولا بأعمال شخصية. يعني مفيش واحد يقول لي ما ده راجل سلوكه حلو، لا، حتى السلوك الحلو ده ما يخلص، لازم الإيمان بالمسيح. وناخد بقى الإيمان بالمسيح ده إزاي، وده أشهر إصحاح برضو في روميا اللي هو إصحاح 6 اللي كان معمودية. إيماني بالمسيح لازم أخده إزاي؟ عن طريق المعمودية، إني أموت مع المسيح وأقوم معه. ده اللي روميا 6 اللي اتكلمنا عليه، ده ثمر التبرير. فاكرين ما قلت 6 و7 و8 دول ثمار التبرير؟ 6 إن أنا أخد المعمودية
وبالمعمودية أصير ابن لله. وعشان أحيا في قداسة فربنا اداني روحه القدوس، عشان كده هنلاقي بيتكلم عن القداسة بعد التبرير. فكلمة التبرير وكلمة التقديس مرتبطين ببعض في الرسالة هنا، وكلمة الخلاص بمعنى التبرير، يعني حد يبررني، حد يخلصني. وإن اليهود اللي رفضوا الإيمان لو رجعوا ربنا هيقبلهم ويبقوا من أولاده، فإذا في إمكانية إن هم يرجعوا. وحسب كلام بولس في إصحاح 11 إن واضح إن في يهود هيؤمنوا بالمسيح، والسلوك في الحياة المقدسة دي موضوع مهم. إذا فكرة التبرير دي فكرة كانت بتشغل الإنسان منذ سقوط آدم، مين يبررني؟ أنا غلطان، أنا خاطئ، طبيعة اللي فيا ضعيفة، مش قادر أقاوم الخطية، أنا ضعيف. حتى قبل موسى، يعني أيوب ده قبل موسى وقف قدام ربنا وقال له كده، قال له كيف يتبرر الإنسان عند الله؟ إزاي الواحد يتبرر؟ يعني إزاي واحد يخلص من خطية؟ وحتى احنا لسه كنا قارين طبعا أيوب قريب، أليفاز التيماني ده في إصحاح 15 قال من هو الإنسان حتى يزكو، أو مولود المرأة حتى يتبرر؟ هوذا قديسوه لا يأتمنهم والسماوات غير طاهرة أمامه. يعني هما كلهم كانوا بيقولوا مين يتبرر قدام ربنا؟ مين يقدر يقف قدام ربنا يقول أنا بار؟ كلنا خطية. وداود في مزمور 134 ده بقى بعد الناموس اهو، قال لأنه لن يتبرر قدامك حي، فيش إنسان حي هيتبرر. وبولس جاي بقى في روميا هنا قال ليس بار ولا واحد. إذن مشكلة الإنسان والبشرية كلها إن ما فيش حد يقدر يتبرر من الخطية أو يتخلص منها من غير الإيمان بالمسيح. عشان كده بولس في روميا 5 قال متبررين مجانا بنعمته بالفداء الذي بيسوع المسيح. يعني حتى بر المسيح اللي ادهولنا عشان يخلصنا من الخطية ومن الموت ومن الهلاك مجانا، أنا ما تعبتش فيه حقيقي. زي ما أنا ما خدت الطبيعة الفزدانة كانش ليه ذنب فيها لكن خدتها، المسيح برضو بررني منها وأنا ماليش فضل فيه. عشان كده قال متبررين مجانا. وفي روميا 5 قال فبالأولى كثيرا ونحن متبررون الآن بدمه نخلص به من الغضب، اللي هو غضب الله اللي معلم السماء على جميع فجور الناس. إذن كيف يتبرر الإنسان؟ هي دي القضية بتاعت رسالة روميا، من خلال الإيمان بالمسيح. طبعا الإيمان مش بس إيمان، لكن إيمان بالمسيح ده لازم أخده عملي. إزاي؟ إني لازم أموت مع المسيح في المعمودية وأقوم معاه، ولازم الروح القداسة، الروح القدس، روح القدوس يسكن فيا فيعطيني أن أسلك بقداسة وأحافظ على ده. لكن هل أعمالي الحلوة اللي أنا أعملها دي هي دي اللي هتخلصني؟ لا، اللي هيخلصني إيماني بالمسيح، دم المسيح، أخده بالمعمودية وبالروح القدس اللي يسكن فيا، اللي يساعدني على إني أعيش في قداسة. عشان كده بولس بعد ما خلص المفهوم ده قال لابد ان احنا نعيش في قداسة. ما ينفعش اعتمد على اني انا امنت بالمسيح واعمل زي ما انا عاوز، لا ما ينفعش. اللي بنسميه جهاد، بس مش الجهاد ده هو اللي هيدخلني السماء او هو اللي هيخلصني من الخطية، لا. يعني مش زي بعض الاديان يقول لك بس تعمل كذا وكذا وكذا ده تتغفر لك الخطية، لا، الخطية ما بتتغفرش بالطريقة دي، مش بالاعمال اللي انا بعملها الكويسة أو أصوم مش عارف كم ساعة أو كم يوم، لا، الخطية ما تتغفرش بالطريقة دي. الخطية تغفر بدم المسيح، بالإيمان بالمسيح، بالفداء اللي قدمه المسيح، فتغفر الخطية فأحسب بار. لأن أنا أتبرر إزاي قدام ربنا؟ مش هقدر أتبرر غير لما يبقى أنا لابس المسيح ويسكن فيا المسيح بروحه القدوس، غير كده مش هتبرر. يبقى الوحيد البار هو المسيح، وهو اللي يقدر يديني ايه؟ بره، هو اللي يقدر يديني بره ودهوني مجانا، انا ما تعبتش فيه في اي حاجه. لكن مستحيل الانسان يتبرر لوحده ولا باعمال، حتى اعمال الخير اللي ممكن يعملها او الصلاح، يعمل اعمال خير بس بعد الايمان بالمسيح، وده اللي هيساعدني عليه
الروح القدس اللي هو بيقدسني عشان أحيا حياة مقدسة وأعمل أعمال برة وصالحة. عشان كده في كلمة يبرئ ويبرر، الاثنين دول يعني إيه يبرئ؟ يبرئ يعني يشيل الاتهام من عليا، يبرأني. والمسيح برأني لأنه شال الخطية من عليا واداني البر بتاعه فيا عشان أحيا بار كابن لي. إذن فكرة التبرير تحمل المعنيين، تحمل غفران الخطية وتحمل القوة بتاعة المسيح أو بر المسيح اللي بيسكن فيا أني أعيش مقدس لي. الناحيتين، مش بس تغفير الخطيئة، تغفير الخطيئة خلاص الاتهام اللي كان عليا راح، بس أنا لسه مقيد بي، يعني أنا ممكن أغلط طبعا، لكن طول ما أنا مسيح ساكن فيا وبقيت ابنه فأنا أقدر أتبرر باستمرار بالتوبة والتناول، لأنه هو ساكن فيا وخلاني ابنه. إذن جزء مهم أو من التبرير أو من مفهوم كلمة التبرير أني بقيت بار، بمعنى أن المسيح البار يسكن فيا يساعدني أن أعمل أعمال بارة أو أعمال خير أو أعمال صلاح أو أسلك في القداسة. إذن فكرة التبرير كلها مش مجرد أن يغفر الخطية، لكن كمان يساعدني أن أعيش في حياة مقدسة. الاثنين مع بعض، عشان كده بسميها التبرير والتقديس. التقديس لأنه هو ده الجزء المكمل للتبرير، أن أعيش حياة مقدسة، لأن هذه إرادة الله إيه؟ قداستكم، زي ما قالها بولس في رسالته للتسالونيك الأولى، أول رسالة كتبها قال هذه إرادة الله قداستكم، وأن احنا نشترك في قداسته في عبرانيين 12 لما قال الروح القدس اللي فينا هو ده اللي هيهبنا الحياة المقدسة ونبقى مدعوين قديسين زي ما قال في رومية 1. يبقى ده المفهوم الأساسي. اتعرض طبعاً بولس لموضوع بقى الخطية الأصلية بتاعت آدم، دي هنشوفها برضو، وتعرض لموضوع الاختيار والحرية الإرادة، ودي موجودة برضو في إصحاح 9، وطبعاً اتعرض للموضوعات بقى فرعية مرتبطة بنفس المفهوم أو نفس الموضوع الرئيسي اللي هو اللي احنا بنتكلم عليه، اللي هو التبرير بالإيمان بالمسيح، متبررين بنعمته مجاناً بالفداء الذي بيسوع المسيح. ربنا يدينا ان احنا نقضي وقت حلو في دراسة رسالة روميا، نستمتع بيها لانها رسالة جميلة حلوة، فيها فكر تعليمي حلو لاهوتي، وفيها تدريب عملي، تدريب عملية بقى جميلة، اللي هو ابتداء من اصحاح 12، لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن والأبد آمين. حد ليه اي سؤال في المقدمة دي؟ دي المقدمة عشان نبتدي ناخد بقى، نبتدي من المرة الجاية ندرس إصحاح واحد بقى، نبتدي نخش إصحاح الأولاني، هيبقى فيه مقدمة بولس الرسول، وبعد كده نخش على إن الأمم أخطأ. فضل نصلي. بسم الله والابن الروح القدس الآن واحد أمين. نشكرك يا رب يسوع المسيح على محبتك يا رب اللي بتحصرنا يا رب باستمرار، وعلى الفداء المجاني والخلاص المجاني اللي اديتهولنا. نشكرك على النعمة والعطية المجانية اللي وهبتنا إياها يا رب، أن تسكن بروحك القدوس فينا وأن تجعلنا نكون أبناء ليك يا رب، إحنا المؤمنين باسمك. وإن كنا يا رب لسه فينا ضعف، أو لسه الإنسان العتيق يا رب، أو لسه يا رب الجسد بيشتهي ضد الروح والروح ضد الجسد، لكن يا رب واثقين لأن إحنا أولادك، إنك أنت تساعدنا يا رب عشان نعيش مقدسين مبررين يا رب بدمك، في اسمك القدوس نحيا حياة مقدسة يا رب في وسط هذا العالم، إلى أن نتركه يا رب ونكون في حضنك الإلهي. ادينا يا رب إن احنا نكمل أيام غربتنا وإحنا ثابتين فيك، عايشين حياة مقدسة ليك يا رب، شاهدين لعمل نعمتك، وشاهدين يا رب بقيامتك المقدسة. ادينا يا رب أن نسلك كما يليك كأولاد ليك يا رب في هذا العالم، حتى نمجد اسمك القدوس. اجعل الفترة يا رب اللي هندرس فيها هذه الرسالة تكون سبب بركة لينا ولكل واحد فينا. استجيب لينا بشفاعة من نور عذراء مريم ملاك مخيل أمبتكلة، وبركة هذه الأيام المقدسة اسمعنا نقول لك بالشكر. يا أبانا الذي في السماوات، قدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا كفافنا أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نحن نغفر، لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لك الملك والقوة.
ولا محبة الله الأب ونعمة الابن الوحيد وشركة وعطية وموهبة الروح القدس تكون مع جميعكم. امضوا بالسلام، سلام الرب يكون معكم.